بعد موت طارق وبعد فترة طويلة من الوحدة، كل حاجة بتحصل في حياتي من غير طارق بالنسبة لي ملهاش أي قيمة. قابلت آدم الحب القديم. لازم تعرفي إن أنا كل يوم بقعد أسأل نفسي هو فعلا فرح وافقت ترجع لي تاني. بحبك يا آدم. لكن الحلو ما يكملش دايما. أنا حاسس إن لسه عندي مشاعر ناحيتك. يا عيني عليك يا شادي. بمناسبة المسلسلات العربي، أنا وديدة قررنا نتجوز تاني. أنا مش فاهم إيه المشكلة إن فرح تقابل بيم بيم دم دم. والله يا بنتي لو مش عايز الباب يفوت جنبك. قدري عرض عليا الجواز. إيه؟ وبمناسبة الجد برا. كل ما بعرفك أكتر بحبك أكتر. مش قادرة أصدق إن أنا كنت بحب واحد زي ده أصلا. الآنسة فرح الموسم الرابع الليلة 10 KSA على MBC 4 ويعرض على شاهد VIP قبلها بيوم.